سأنه في دوري الدرجة الثانية اليوم نجد عمالقة من عمالقة كرة القدم الوطنية. دي كرة تسدد يا سلام، سلم البلودية ترفع صوتها عاليا تتمرد على كل الوقائع. المولودية تستعيد جرأتها، المولودية في القمة من جديد بهدف أول في هذه المباراة. هدف وأي هدف، هدف وأي هدف، وسعادة وأي سعادة لجماهير المولودية لما حضرت الجرأة وكانت تسديد الطريقة اللي شفناها. القائم امتنع عن قبول الهدف للمرة الأولى، لكن في المرة الثانية كانت متابعة وأي متابعة من يوسف العمري الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. هدم، العب كورتو للنغمي، النغمي العب أرضية زاحفة، والمتابعة في أفضل زمان وفي أي مكان من العمري الذي يسجل الهدف الأول. تصبح النتيجة 1-0. هدف، خلينا نشوف المباراة التي نتمناها جميعا بين المولودية الوجدية ويوسفية برشي. الإعادة من مختلف الزوايا للهدف الأول في هذه المباراة. 1-0 للمساو. عبد الحق بن شيخة يتنفس الصعداء في هذه المباراة. الثانية، كريم، كريم يا كريم، كريم يتوغل، كريم مشى، كريم الموهوب، النغم الموهوب، الموهبة تتحدث، وكريم كان كريما. الهاني يهنئ الجميع ويقدم لهم طبق كرة على طبق من ذهب. نعم، من حقك أنك تتنفس سعداء بهذه الطريقة، من حقك أن تتفاعل مع المباراة بهذه الطريقة. عبد الحق بن شيخة لمسه في القمة، لمسه في القمة بهدف ثاني، والفضل، كل الفضل يعود لكريم الهاني. هنا كريم كان ممتاز جدا، راوغ واختار الزمن المناسب لتمرير كرة بهذه الطريقة أمام مرمى مشرع أمام الجميع. مشات كرة من كريم لمهدي النغمي الذي يسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0 2-0 في هذه المباراة. المولودية قطع شوط مهم للفوز بنقاط 3 أمام يوسفية برشيد في مباراة اليوم. ممتازة، هذه ممتازة، ممتازة، هذه النغمي، النغمي، النغمي الوحدة، النغمي، النغمي، مشى النغمي لكريم. هدف يدرس، هدف يدرس في أكاديمية كرة القدم. هجمة مضادة سريعة تدرس في أكاديمية كرة القدم. هدف، وهي هدف بأي طريقة اليوم. لمسيو، لمسيو يبدع في هذه المباراة ويتمكن من تسجيل 3 أهداف في المباراة، 3 أهداف بالتمام والكمال. لمسيو بهذه الطريقة، الكونتر أتاك تشوفه بهذه الطريقة. كريم، كريم كاريزما، لاعب كبير، مر الكرة في المرة الأولى. مهدي النغمي راوغ، هز عينه، انتظر قدوم كريم الهاني بهذه الطريقة. لم يجد أي حرج في تسديد الكرة ويسجل الهدف الثالث اليوم. تصبح نتيجة 3-0. هدف جميل وجميل جدا، جملة تكتيكية، استعراض تكتيكي لفريق المولودية الوجدية. تصبح نتيجة 3-0. لمسيو اليوم يقدم واحدة من أجمل، من أفضل مبارياته في بطولة هذه السنة. المولودية في الجولة الثانية كان أكثر واقعية، كان أكثر واقعية وأفضل حالا من الناحية الهجومية. والهدف، الهدف لليوسفية، اليوسفية الذي يسجل الهدف الأول في هذه المباراة، اليوسفية الذي يعيد الأمل للعودة في مباراة أمام المولودية الوجدية. الناصر البديل، البدلاء يتحدثون لغة مغايرة لما تابعناه. وهنا الارتقاء بالراس والهدف، الهدف فالأول. تصبح النتيجة 3-1 والمباراة ستشتعل في الدقائق الأخيرة، ستشتعل في الدقائق الأخيرة من هذه المواجهة. 3-1، 3-1 هي نتيجة المباراة. تصير البديل في الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى وينجح في تسجيل الهدف الأول. تصبح النتيجة 3-1 والمباراة متواصلة والنتيجة